السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعلمك يا شيخ، دلوقتي أنا معايا أخويا هيتجوز، ومعايا ابن أخويا صغير، ينفع أعمل وليمة وعقيقة في نفس الوقت؟ ينفع تعمل وليمة وعقيقة في نفس الوقت؟ بنفس الذبيحة يعني. ينفع تعمل عقيقة وليمة في نفس الوقت؟ بنفس الذبيحة يعني. العقيقة سبعان للذكر وسبع للفتاة، يجوز. يجوز ان نفس اليوم يعني يجوز نفس الذبيحة يعني. يجوز. السلام عليكم.